مرحبا بكم جديد. وصينا معاكم إذن في حكايتنا لليلة، وإحنا نشوف واحدة من أشهر الجرائم في سليمان، جريمة هيفا من النظرة الأولى. ووصلنا إلى قصة الحب هذه من طرف واحد، من طرف أحمد تجاه هيفا، من اللي شافها في عرس في جويلية 2011 وهو يحبها وهي لا تبادله بتاتا هذا الشعور، إلى أن وصلنا أن نصارحها، وبعد مصارحتها وبعد الهرس اللي عملها لها هي باش ترفض، وكما حابش يسلم باش تقول بوها على أساسا وبوها باش يلقى لها حل باش يتصرف، وهذاك اللي باش يعملوا بوها باش يستنى أنه يطلبها في التليفون وباش يجاوب عليه التليفون وباش يقول له يا أحمد راني في بالي بكل شيء وراهو يعيشك ما يتفلى قتلك، لا انتهى الموضوع، النمرو هذا ما عادش تطلبه وبنتي ما عادش تدور به. أما أحمد وقتها دخل هو ديجا في هلوسة الحب، حكاية فارغة الكلام اللي قاله لها البو، هي ما عندهاش تليفونها، تليفونها عند بوها مش مشكل، ما ننشوفه شكون اللي يقرأ معاها ونوصلوا الوحدة من صاحباتها وناخذوا نمرو تليفونها ونطلبوها ونقولوا لها عديلي هيفا. وليت الهرسلة على هيفا وعلى صاحبتها اللي وليت مطالبة أنها تعديلوا التليفون متاحة، تعديه الهيفا باش تحكي معاها. هيفا اللي كيف كيف الأول باش تتفاجئ شكون اللي يحب يكلمني من عند صاحبتي، وبعد كي باش تفهم الحكاية باش ترفض الهدرة، ما حبتش تكلمه في التليفون باش يهد عليها للليسي باش يقعد يستناها، كي تخرج كي فما بوز كي فما اير كروز كي فما أي حاجة هو متمسمر قدام باب الليسي، هي تخرج من هنا وهو يلصق فيها ورد بالك تقول هكا وإلا هكا نحب نحكي معاك ويلزمني نحكي معاك. في واحدة من المرات باش تغضب ماهيش عارفش باش تعمل باش تدزو باش تدخل تجري للليسي وباش تمشي تقول الواحد من أساتذتها باش تقوله تحكي له الحكاية وتقوله اعطيني عايشك نمرو البورتابل متاعك خل نكلم بابا، وهذاك اللي باش تعمله باش تعاود تكلم بوها وتقول له راهو السيد جاني قدام الليسي وراهو عمل هكا وهكا وهكا. على الفور بوها باش يسيب اللي يعمل فيه الكل ويتجه للليسي ويبدا يفركس عليه قدام الليسي، يفركس 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 وين باش يمشي، مشى لوحده من القهاوي اللي غادي ويلقاه ويدخله ويبدا الكلام بالتنبيه ويتحول إلى محاولة ضرب، كان ما فكوش العباد ما بيناتهم راهو أعطاه معناها تريحة ما ينساهش، سيبوهم العباد وكهو مرة هذه الحكاية سيد فصلت، ما عادش باش يدور بها أحمد بما أنه قمت من غدوة لا تليفون لا جي للليسي، ما فماش ريحته، اتنفست هيفا وتصورت أنه الأمور وفات، لكنها الحقيقة تصورت برك، أحمد ما جاش صحيح، مش باش يجي نهار الأول ومش باش يجي نهار الثاني، أما هو ما جاش، أما مخه يخدم فاش يخدم كيفاش يعمل باش يخليها تحبه، والا يا تحبه يا تحبه يا تحبه يا مش لازم تكمل تعيش. الفكره ربما بدات تدور في مخه في الوقت هذا بعد نهارين ثلاثه من الغياب على الهرسله، باش يعاود يرجع باش يرجع بقوة باش يمشي يحب يدخل للليسي ويقبلها. أول حاجة باش يوصل
سهرتها قرابة 9 تاع الصباح بالكاميونة متاعو قدام الليسي. استنى تقريبا 9:30 جات وما فما حتى مؤشر أنها باش تجي. قال 100% اليوم دخلت تقرأ بكري، وبالتالي يلزمني ندخل لليسي، يلزمني قبلها اليوم، يلزمني نحسم الموضوع. مشى باش يدخل، وقفوا سي العساس. قال له تي يا عم فلان، تي انا احمد كنت نقرا لهنا، عندي عامين ذكرتني، عندي شويه اوراق مع الاداره وكذا باش ندخل. لا عايش ولدي، لا اداره لهم يحزنون، ماني ريتك توا هالنهارين وانت تضبب لهنا معناها وتعمل في المشاكل، لا اداره ولا فما دخول، ما فماش دخول. ارجع، وهو الدجاج لكحل داير بيه وفي الكرهبة في الكاميونة متاعو، هو يخمم كيفاش باش يعمل، كيفاش باش يعمل، كيفاش باش يعمل، خاصة وأنه كيتنابز هو والعساس. العساس عيط له الواحد من الأساتذة، الأستاذ هو بيدو اللي كانت شكات له هايفة قبل وزاد نبه عليه. قال له اسمع يا ولد، توا هانا مازلنا بالكلام، راو ما زلت نشوفك قدام الليسي نعيط للحاكم، خاطر يلزمك تعرف اللي الى حد الان الشهرة من الهرسلة وحتى حد ما بلغ الحاكم. ها بون، ساعات قول انت واحد يحب طفلة معناها وهي ما تحبوش، ولكن هو يحبها، يا اخي على قصة حب باش نمشيو نشكيو للحاكم، معناها مما لا تستقيم. صحيح لا تستقي كي تبدأ قصة حب عادية، كي يبدأ ما فماش الحب الهوسي هذا اللي أحمد ولا فيه. وقت اللي تولي ما عادش تنجم تخمم في حاجة أخرى، وقت اللي تولي تتصور وأنه السيدة ذاك أو السيدة ذيك ما يلزموش يعيش من غيرك، فأحنا في حالة حب هوسي، والحب الهوسي خطير جدا، لأن أصحابه يرتكبوا جرائم في الحبيب وإلا في رواحه. أحمد شدد صحيح اليوم الصباح أنه يدخل للليسي، ما دخلش من الباب، يدخل من السور وبش يمشي ينقز على السور ويدخل ويبدأ يفركس في الساحة على هيفا. تعدى القسم الأول ما فماش، قسم الثاني ما فماش، الساحة ما فيهاش، أما فجأة شكون هذي اللي في الكلاس وحدها قاعدة تراجع وقاعدة تقرأ؟ هي هيفا في قسم قاعدة تراجع وحدها، يدخل عليها للقسم ويسكر الباب، وكالتربيقة متاع الباب، وهي تتلفت له وما هيش مصدقة، ما هيش مصدقة اللي تشوف فيه قدام عينيها. كيفاش دخل الليسي وشنو يعمل وكيفاش عنده الجرأة باش يجي يدخل يخلط عليا للليسي؟ يجيها طول من غير مقدمات. هيفا انت تحبني والا لا؟ انت قابله انك تعيش معايا والا لا؟ وهي بالصدمه بالخوف بالرعشه باللي تحب تقولوا لا لا مستحيل، لا لا ماني قلت لك لا. ما زالت ما كملتش تكلمت باش يجبد موس من تحت حوايجه وباش ينطلق في توجيه مجموعة من الطعنات لها بالأساس على مستوى الرقبة وفي أماكن أخرى من بدنها، وهي تصيح صيحة واحدة، صيحة تطيح بعدها مباشرة على الأرض، أما صيحة كانت كافية أنها تجيب الناس اللي كانت تدور في الساحة الأقسام الأخرى، الناس كلها جات تجري للقسم. أحمد في دولموس والطفلة طايحة
غارقة في دمها، وهو بين المصدوم بين العارف ومش عارف شنو اللي عمله. الناس بدأت تصيح وتعيط، وهو حط على ساقيه وهرب، وتمكن من أنه يهرب ويخرج من الليسي. نهار 8 ماي 2012 إذن باش تصير هذه الجريمة في حق هيفا، هيفا اللي باش يتم نقلها على جناح السرعة للمستشفى، ولكن المستشفى اللي باش يقوم فقط بتأكيد خبر وفاتها. أحمد اللي باش تصير عليه خوضة كبيرة ياسر دقائق برك بعد الجريمة، خوضة في وسائل الإعلام، خوضة في سليمان، الكل باش يحاول يمشي يتخبى بحذا واحد من أصحابه حالته ملطخة بالدم، لكن صاحبه باش يقوله بتاتا أبدا لا، وأكثر من هكا باش يبلغ عليه العناصر الأمنية. في أقل من ساعة باش يتم إلقاء القبض على ولد 23 سنة اللي مازال كيعمل جريمة قتل في حق بنت 20 سنة. أحمد باش يعترف سريعا بالجريمة اللي تشاف فيها على كل حال متلبس، وباش يقول أنه بالنسبة ليه بما أنه يحبها برشا ما يتصورش روحه يعيش بلاش بها، وما يتصورهاش ولا ما يلزمهاش تعيش بلاش بيه. هذايا بسبب حبه لها من النظرة الأولى. هيفا النظرة الأولى كانت قاتلة بالنسبة لها، وقت اللي طاحت على إنسان عنده هوس الحب، هوس اللي بش يؤدي إلى جريمة. في ديسمبر 2015 محكمة الاستئناف بنابل باش تصدر حكمها في حق أحمد وتؤكد الحكم الابتدائي. محكمة الاستئناف باش تقر بالإعدام في حق أحمد بعد جريمة القتل اللي عملها. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.